السلام عليكم، يلا حيهم. كثير منكم سمع مقطع الأخ عبد الله الجمعة ولا تكلم فيه في أمور كبيرة جدا جدا بين ميراث الرجل والمرأة في الإسلام، وعرج على الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال بأن هذه قاعدة نزلت في مجتمع معين كانت فيه المرأة لا تعمل، يعني قديما، والآن أصبحت تعمل، هذا فيه ظلم وإجحاف ويعني وما في عدل بأن نطبقها اليوم وأن المرأة تعمل اليوم. ضد مساواة الرجل مع المرأة، حتى الاستشهادات الأخرى المتعلقة للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا في الميراث. الإسلام منظومة تعاليم متكاملة، ما نتجزأ منه جزء ونترك الباقي. المرأة اليوم تعمل مثل الرجل، هي تدخل على الأسرة مبالغ مادية مثل الرجل، فبالتالي حرمانها حقه من الميراث. أن قاعدة نزلت في مجتمع ما المرأة ما كانت فيه تعمل وكان الرجل هو المصدر الدخل الوحيد للأسرة ونطبقها اليوم، هذا ما في عدالة وهذا فيه ظلم وإجحاف. المرأة العاملة اللي تقدم المجتمع تقدم لأسرتها مثل ما يقدم الرجل وربما أكثر. أنا بتكلم الآن إن شاء الله، وأتمنى أن كلامي ما يؤخذ شخصي بيني وبينه، لما بيني وبينه شيء، هو قال كلام وبيرد عليه بس. الأستاذ قال في مقطعه بأن المعلومة اليوم أصبحت سهلة، تقدر تأخذها من جوجل، ومشكلة اللي يأخذ من جوجل تفوتها أشياء كثيرة، وأنت رجل علم تعلم تعرف أن العلم ما يجي من جوجل، يجي بالأبحاث، يجي بالدراسة، يجي بثني الركب عند العلماء، سواء فيزياء ولا تقنية في النانو ولا شريعة. أول شيء فاتك سياق الآية، أن جبت بس للذكر مثل حظ الأنثيين، طب هذه آية كاملة، يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية مقيدة في الأولاد، هذا أول شيء. الشيء اللي فاتك برضو أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، هناك 10 حالات ترث المرأة مثل الرجل، وهناك 30 حالة ترث المرأة أكثر من الرجل، أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل. يعني سبحان الله، إذا جت الكيمياء قلنا ما نفهم، الطب لا ما نفهم، فيزياء ما نفهم، لكن الشريعة كلنا نفهم. رجع علم الفرائض، بس علم الفرائض هذا خلي الشريعة، يقعدون بال30-40 سنة يقدمون أبحاث العلماء فيه ويتعبون ويسوون، وإحنا ندخل جوجل نتكلم فيه، لا يمكن، هذا جنون، ما هو علم. دكاترة وأساتذة كرسي وبروفيسور وأبحاث وأمور، يا أخي تخيل، كل علماء القانون إلى وقتنا الحالي من التاريخ القديم إلى وقتنا الحالي متفقين على قاعدة معينة. جئت أنا بعرضهم، أوكي عندك أبحاث؟ لا ما عندي أبحاث. درست؟ لا ما درست. سوى؟ ما سوى. طيب كيف عرفتهم؟ والله دخلت جوجل. يا جماعة كيف قررت بأن الحكمة الإلهية من الآية للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد لأن المرأة لا تعمل والرجل كان يعمل سابقا؟ من قال لك أن المرأة ما كانت تعمل سابقا في الإسلام؟ لكن في مزارعات، خديجة رضي الله عنها كانت تاجرة، الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان موظف عند خديجة، مجرد موظف، اللهم صلى وسلم عليه. زوجتي لو كانت تملك 4 مليار وأنا أملك 10 مليون، واجب علي، واجب علي النفقة عليها. كان عندي ولد وعندي بنت، عطيت الولد 1000 ريال وعطيت البنت 500 ريال، طبعا أنا كذا ما عدلت، لا أنا قايل للولد بال500 ريال الثانية يجيب مقاضي ويروح يجيب العامل الفلاني ويركب ويجيب ويجيب، هذه بال500 ريال الثانية. هنا الفكرة، الواجبات اللي على الرجل والذكر أكبر، رجل عنده مهر، رجل عنده النفقة على الزوجة، رجل عنده النفقة على الأولاد، رجل عنده أمور كثيرة، الواجبات على الرجل أكبر. لن يستطيع أحد التشكيك في زمنية وصحة القرآن، لا يمكن. وذكرت سابقا قصة جاري ميلر عالم اللاهوت اللي أقسم أن يجد خطأ وتحدى العالم أن يجد خطأ في القرآن، وقراه قراه قراه في النهاية أسلم. كان الأجدر بجاري ميلر أن يتكلم عن هذه الآية. يا أخي لو بعث حمورابي، ومن هو حمورابي؟ العملاق في التشريعات في التاريخ البابلي، لو جاء ورأى تشريعات الإسلام وعدل الإسلام لخضع للإسلام وعدل الإسلام، ولا استجد فرنسا لكسر حجر تشريعاته في متحف اللوفر. روبر لاكوست وهو وزير المستعمرات الفرنسية بعد 100 عام من استعمار الجزائر، وجدت الصحافة الفرنسية بأن ما زال الرجال المسلمين الجزائريين يملؤون المساجد، وما زالت النساء محجبات، والمظهر الديني منتشر،
فشنوا حملة عشواء على روبرت لاكوست، فرد عليهم وقال جملته الشهيرة: ماذا أفعل لكم إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ دولة السعودية تحكم بالقرآن والسنة، والرجل يدرس قانون، المفروض المفترض أنه يعلم أن تشكيك في زمنية أو صحة آية قرآنية صريحة محسومة. لو رفع عليك شخص قضية في النيابة العامة أو شكاك في كلنا أمن، ممكن تمسي وراء القضبان، هذا المفروض أنت عارفه. يجي شخص ويقول أن هذا رأيي أو اعتقادي في الموضوع، أنزل سنابات عنه. في بعض الأحيان الاعتقاد والرأي أسوأ بكثير وأكبر ضرر من السلوك العملي، مثل من السرقة وغيرها. لو اعتقدت بس اعتقاد بس بأن الله عنده ولد، تعالى الله سبحانه قال الله: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اعتقاد بس يعني فكر. لذلك المقولة اللي أنا دائما أرددها وأكررها: اختلاف الرأي في أمور محسومة شرعا يفسد للود قضية. كل الموضوع بدأ من قيادة المرأة، وأنا من الناس اللي قلت أكثر من مرة أني أنا مع قيادة المرأة، ولكن أنا يبدأ الموضوع بالطريقة هذه، ثم يصل إلى المواريث، ثم ينتهي بأن ليس هناك سلطة على الإناث أو على البنات، هناك مشكلة. أنا رجل، أنا ذكر، وعندما تأمرني أمي أمر ما فيه معصية وما فيه كفر، لابد أني أنا أجيب صحيح ولا لا، أليست هي من الإناث وأنا من الذكور؟ كيف تأمرني أجل وأنا أجيب؟ جهاد الطلب، أنا لا أستطيع أن أذهب وجاهد، ما أقدر أروح أجاهد إلا بموافقة أمي، أليس لأمي سلطة علي؟ وأنا من الذكور، كيف؟ تحوير الموضوع بأن البنات والنساء لا ترى حرية مطلقة واستقلالية مطلقة، بأن الآباء وأمهاتكم ليس لديهم سلطة عليكم، هذا كلام يعني فارغ، ولا يمت المجتمع بحاجة ولا دين. حزام الأمان مثال بسيط كذا، سواء في دولنا أو الدول الخارجية يلزمونك أنك أنت تربط حزام الأمان أو تغرب. طب أنا من حريتي الشخصية أني أنا أربط حزام الأمان أو ما أربطه، ليش تلزمني أني أنا أربطه؟ ولو بضر أحد، بضر نفسي، أنا أضيق منه، أنا حريتي، ليست هناك حرية مطلقة. نهاية المقطع، أتمنى أن ما في أحد يجي ويتكلم في أمر محسوم صريح في القرآن الكريم، مثل سالفة للذكر مثل حظ الأنثيين وغيرها، لأن الفتنة اللي بتطلع من الشيء هذا تشغيله في القرآن الكريم في نص صريح، هو باعتقادي أكبر من الفتنة التي كسر بابها بعد وفاة عثمان رضي الله عنه. إذا بدأت الفتنة هذه فخلوني أغني: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. أستاذ عبد الله الجمعة، أتمنى أن تأخذ هذا المقطع على محمل الود والجد. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.